السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أمين. شبابنا الجميل، بناتنا الغاليين علينا، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. تخيل، لو تخيلي معايا، تخيل معايا كده قصة بتتقال من زمان. تخيل ان المشهد قدام عينك دلوقتي، واحد جه واحد مليونير قال له الارض دي كلها بتاعتي، الارض دي من اول ما الشمس تطلع اطلع اجري جواها، اطلع اجري، وكل متر هتقطعه هيبقى ملكك، بس على شرط واحد، ان قبل ما الشمس تغيب تكون موجودة عند نقطة البداية تاني. صاحبنا ما صدق، حلم حياتي اخيرا يتحقق. مع طلعة أول شعاع من أشعة الشمس طلع يجري يجري يجري، بعد شوية نفسه يتقطع. اجري، كمل، انت ضيع الفرصة بتاعت عمرك دي، عمرك ما هتجيب فرصة تانية زي الفرصة دي. اجري. بدأ يصابر ويكمل شوية، مش قادر. يا اخي ده انت هتبقى باشا، ده انت هتسكن في قصر، ده انت الناس كلها تحترمك، ده انت هتطلع على وش الدنيا. فضل يكمل، خلاص هيموت. بعد كده مش قادر، مش قادر ازاي؟ ده انت لازم ترجع لنقطة البداية تاني قبل ما الشمس تغيب، انت لازم تموت نفسك عشان كل الارض دي هتروح عليك لو ما رجعتش لنقطة البداية تاني. طب اعمل ايه؟ يلا ارجع، يلا تعالى، يلا يلا. فضل في مسابقة رهيبة بينه وبين الشمس، هيلحق نقطة البداية قبل ما الشمس تغيب ولا الشمس هتسبقه؟ وقبل ما تغيب بلحظات كان وصل لنقطة البداية تاني، واخيرا بقت كل الارض دي بتاعته وملكه. ولكن للأسف كان بذل مجهود فوق طاقته، وقع ميت في الارض اللي قاتل عشان تبقى بتاعته. جه صاحب الارض قال لهم احفروا له نص متر في مترين ادفنوا فيها، هو ده اللي خرج بيه من الدنيا، هو ده اللي خرج بيه بعد جري الوحوش ده كله. يا اخرتها ايه، اخرتها ايه؟ لو كان الراجل ده وقف خمس دقايق وفكر انا بجري ليه، وانا عايز ايه، وانا هعمل بكل ده ايه. لو الشاب اول ما خلص امتحاناته وجري على الساحل وقف فكر، لو الشاب قبل ما يظهر في مكالمات فودافون المجانية يكلم فلانة ولا فلانة وقف وفكر، لو قبل ما يدخل الموقع ده، لو قبل ما يمشي مع ده، لو قبل ما يسمع ده كان وقف وفكر. انا عايزك تخرج بره دماغك وتفكر، اخرج بره دماغك وتعالى نفكر مع بعض، تعالى نفكر مع بعض بصوت عالي. تعالى، انت عارف الوضع اللي انت فيه ايه؟ احنا في وضع خطير جدا يا جماعة، احنا في معركة رهيبة. عارف المعركة دي، اي معركة في الدنيا لها ارض، ارض المعركة دي قلبي وقلبك، قلبك هو الارض بتاع المعركة دي، قلبك هو الارض بتاعت المعركة دي، قلبي قلبي هو الارض بتاعت المعركة. طب المعركة دي مع مين؟ مع الشيطان. وكل معصية بتعمليها بتنكت نكتة سودة في قلبك. انت عارفة دي معناها ايه كل نكتة سودة؟ معناها معسكر استيطاني شيطاني الشيطان احتله في قلبك، معناها جزء من قلبك الشيطان احتله، ولسه في حتة بيضة في قلبك. الحتة البيضة دي الحتة الطهرة النظيفة اللي لسه بفطرتها، اللي الشيطان لسه محتلهاش. عشان تقدر تحرر الحتة اللي احتلت من قلبك لازم الاول تنطلق من الحتة اللي لسه سليمة. يبقى بداية علاقتك بربنا لازم تستثمر الخير اللي لسه موجود جواكي، لازم تبدأ من العبادة اللي انت لسه قلبك مفتوح ليها، لازم تبدأي من النقطة اللي انت فعلا تقدري توصلي لربنا منها. ايه اكتر عبادة لسه بتحبها؟ ايه اكتر عبادة لسه قلبك منشرح ليها؟ الصيام، القيام، الذكر، القرآن. ايه اكتر داعية لسه قلبك مفتوح ليه؟ ايه اكتر حد بيتكلم في الدين لسه قلبك مستعد انه يسمع كلامه ويتأثر بيه؟ يبقى دي نقطة البداية. بس خدوا بالكم يا جماعة، الشيطان عامل دوريات رهيبة جوه دمك وجوه دمك عشان القلب ما يتحررش. ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم، بيجري ما عندوش وقت يضيعه، قمة السرعة عشان يحتل مواقع اكتر واكتر في قلبك وقلبك كمان. طب وبعدين يا جماعة؟ وبعدين هتبقى المعركة ما بين جيش وجيش. ينفع جيش يقاتل من غير دبابات؟ مهما كان جيش قوي لو ما فيهوش سلاح طيران هيخسر، مهما كان جيش قوي لو ما فيهوش سلاح مشاة هيخسر، مهما كان جيش قوي لو ما فيهوش سلاح طيران هيخسر، مهما كان جيش قوي في اسلحة صغيرة ولكن تأثيرها بالغ. الخنجر الصغير اللي بيبقى في رجل مع رجل الجندي وهو بيقاتل، الخنجر ده ملوش قيمة قدام الرشاشات،
ولكن ساعة الالتحام بينه وبين الجندي بتاع الأعداء الخنجر ده اللي بيخلص المعركة. ساعة الالتحام ايه سلاح الالتحام بتاعك؟ ساعة ما هيلتحم المعركة بينك وبين الشيطان هتواجيب ايه؟ أخف سلاح ولو أعظم أثر هو ذكر الله. لسه قلبك بيتأثر بذكر الله، ده أعظم سلاح أذكار الصباح والمساء. ما ينفعش إنك أنت تواجه الشيطان من غيرها أبدا. طيب الشيطان له الأسلحة بتاعته، أسلحته الساحل، شرم، كل دي أسلحة للشيطان، الكافيهات، القنوات، المواقع الإباحية، العري، السفور، التبرج، المحلات الخمور، ما كل دي الأسلحة بتاعت الشيطان. أسلحتك إيه؟ هتواجيب إيه؟ من ضمن أسلحتك الدروس، حضور الدروس الإيمانية. من ضمن أسلحتك سماع الشرائط الدينية على شبكة النت، كل الدروس الدينية موجودة، موقع زي موقع الطريق لله، ادخلي واسمعي زي ما انت عايزة. الأسلحة بتاعتك ايه؟ كمل أسلحتك وكملي جنودك. خدي بالك لأن الشيطان عنده جنود، والشيطان بيستخدمهم كويس جدا وبيحركهم زي قطع الشطرنج كويس جدا عشان يقتلوكي، عشان يسيطروا على قلبك ويدمروا لك قلبك ويحتلوا قلبك كله. الشيطان الجنود بتوعه المغنيين اللي بيعملوا المواقع الفاسدة عشان يضيعوا الشباب، اللي بينشروا الإلحاد والعلمانية بين الشباب ومحدش عارف مين اللي وراهم ومين اللي بيمولهم التمويلات دي كلها. الشيطان الجنود بتوعه المغنيين، الشيطان الجنود بتوعه المتبرجات، الشيطان مكمل جنوده. انت كملت جنودك، انت كملت جنودك. طب يا ترى الجنود بتوعك مين؟ الجنود بتوعك الصحبة الصالحة، الجنود بتوعك الصحبة الصالحة. بس صاحبي ملتزمات فعلا، ملتزمات بحق وحقيقي، صاحب ملتزمين اقوياء في دينهم عشان يشدوك وعشان يدافعوا عنك وعشان يبقوا سند ومدد ليك باذن الله سبحانه وتعالى. خدي بالك مفيش معركة من غير الام، لازم تستحملي حتى تضع الحرب واوزارها لحد ما تنتصر على ابليس. الالام بتاعت المعركة دي مش بدنية بس نفسية. في اول اسبوع هتسيب الشاب اللي بتحبيه، هتحس ان حياتك اسودت. في تاني اسبوع هتسيب البنت اللي انت بتحبها، هتحس ان انت يعني ذكرياتها كل ما تفتكر منظر عينيها ومنظر وتفتكر صوت كلامها تحس ان قلبك بيتقطع. في تالت اسبوع هتبعدي عنه، هتحس ان الموضوع قل. تاني شهر، تالت شهر، رابع شهر، لحد ما الموضوع يروح. هيروح الام نفسية لما صاحبك هيتريق عليك عشان يرجعك لانه غير، انك انت اتجهت لربنا. الام نفسية لما هتلاقي نفسك صاحبك بينفخ السجارة في وشك وبينفخ الدخان في وشك عشان يشوقك تاني انك انت تشرب. خدي بالك لما تستحمل الألام النفسية إن شاء الله هتعدي وهتنتصري. كل معركة لها خسائر حبيب قلبي، خسائر المعركة دي اخسر أي حاجة إلا أنك أنت تخسر ربنا. اخسري أي حاجة، قولي له أنا مستعدة عشانك أخسر أي شيء إلا ربنا. قل لها أنا مستعدة عشانك أخسر أي حد إلا ربنا. أنا مش مستعد أخسر ربنا، أنا مش مستعد أخسر الجنة، أنا مش مستعد أخسر الشرب من إيد النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مش مستعد أخسر نعيم جوار الله في الفردوس الأعلى، أنا مش مستعد أخسر ده. يبقى أي خسائر إلا أنك تخسر أخرتك، إلا أنك تخسر مصيرك، إلا أنك تخسر ربنا سبحانه وتعالى. أي معركة فيها خطوط إمداد، عشان كده لو خطوط الامداد دي اتقطعت الجنود دول هيموتوا، هيتقتلوا، ولو ما اتقتلوش هيموتوا. وخطوط الامداد بتاعتك القرآن، صلتك بالقرآن، اتصالك بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد القرآن بتاعه يعني اتأخر نتيجة الانشغال في الدعوة، قال اني طرأ علي حزبي من القرآن. طرأ يعني مستشفى الطوارئ، مستشفى الطوارئ اللي جنبنا ده ايه، طرأ علي حزبي من القرآن. طوارئ ليه؟ طوارئ لان قطع خطوط الامداد معناها موت محقق، هلاك يقيني. طيب قلبك ده الحصن اللي لو الشيطان عرف يقتحمه كل حاجة راحت، قلبك ده الحصن اللي لو الشيطان عرف يدخله كل حاجة انهارت. قلبك ده حصن، الحصن ده له ابواب كتير، لو باب واحد من الحصن اتفتح كفيل ان جنود الاعداء يدخلوا منها ويحتلوا الحصن كله. يبقى ما ينفعش ولا باب يتفتح. تخيلوا اعداء محاصرين حصن في بلد، لو نجحوا انهم يفتحوا باب واحد خلاص دخلوا المدينة، الموضوع خلص. يبقى مش لازم الحصون كلها تتفتح عشان قلبك يحتل احتلال كامل. يا ترى ابواب الحصون بتاعت قلبك ايه؟ باب ورد القرآن، باب ذكر الله، باب تكبيرة الاحرام والحفاظ على الصلوات، باب السنن الرواتب، باب حضور الدروس وسماع الشرائط، باب الصحبة الصالحة، باب التوبة والاستغفار. كل دي ابواب، كل دي ابواب. لو الشيطان لو ودوا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الشيطان يتمنى انك انت تنسي باب من الابواب، الشيطان يتمنى انك انت تغفل عن باب من الابواب.
وساعتها هيخترقك من الباب ده وهيضمن لك قلبك. اوعى تفرط في حصن واحد من هذه الحصون، اوعى تتنازل عن حصن واحد من الحصون دي، لانك انت ممكن تخسر كل حاجة في المعركة دي لو انت ما حصنتش قلبك كويس. معركة يا جماعة، اوعى توصلوا في المعركة دي زي اللي وصلوا اصحاب السبت في سورة الاعراف لما ربنا قال لهم كونوا قردة خاسئين، لما ربنا هو اللي عاقبهم الشيطان، يعني ما عملش في الشيطان سول لهم، انما في النهايه العقوبه نزلت من الله سبحانه وتعالى. اصحاب السبت مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم انهم تهونوا، مشكلتهم انهم استسهلوا، ولما حبوا يرجعوا كان خلاص ما عادش ينفع، كان خلاص ما عادوش قادرين. اوعى توصلي نفسك لمرحله ان انت عايزه، انك مستهينه بالمعصيه، انك مستهين بالمعصيه، ولحظه ما ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك ارجع، او لحظه ما انت هتيجي تقول انا عايز ارجع، هيكون خلاص انت بعدت قوي، انت غمقت قوي، انت بعدت خالص. انوى بصدق الوقت، افتح شباك في قلبك لكلام الله من الوقت، افتح شباك في قلبك لكلام الله من الوقت، انوى بصدق الوقت، انوى بصدق. انت قبل ما تلتزم كان الساعة 2 بالليل والشمس والدنيا بتشتي وعلبة السجاير خلصت، تنزل من بيتك وتلف على اقرب كشك سجاير عشان تجيب علبة سجاير في الضلمة في المطر. طيب انت دي كانت همتك وانت بتعصي ربنا، طب الوقت همتك وانت بتطيع ربنا ايه؟ انت كنت وانت بتعصي ربنا كنت بتقف قدام المراية 20 نوع مكياج ساعتين كاملين بتتمكيجي وتدفعي اموال طائلة للكوافرات والصبغات عشان تمشي تفتني الشباب، دي كانت همتك في معصية ربنا؟ طب انت همتك في طاعة ربنا الوقت قد ايه؟ انت قبل ما تلتزم كانت البنت اللي انت نفسك تلفت نظرها كنت تعمل قدامها كل حاجة، تعمل لها قرد، تقف على ايديك، تقعد 6 شهور تتعرف على صاحب صاحبتها عشان يوصلك ليها، تلعب دبل كيك قدامها وتنزل على رقبتك تتكسر تتجبس 3 شهور عشان تقول لها ان انت واد تنين وفانكي وما حصلتش وروش طحن اخر حاجة. انت كنت بتعمل اي حاجة عشان تلفت نظرها، تقف لها على باب الجامعة كل يوم وتمشي في الشارع بتاعها 50 مرة بعد ما يتروح بيتها. اذا كانت دي همتك في معصية ربنا، فين همتك في طاعة ربنا؟ اذا كنت عشان تجيب زمان تذكرة هيروين ولا قرش حشيش كنت تروح في منطقة جبلية وعرة وينزل واحد بكشاف يبص لك وانت قاعد جوه العربية بتاعتك في منظر مرعب، ممكن يضحك وياخد الفلوس اللي معاك وياخد عربيتك ومحدش يعرف عنك حاجة، وتتعرض للمخاطرة وانت راجع داخل البلد تاني، مخاطرة تانية انك لو اتمسك معاك المخدرات وحوارات واشتغالات كل ده عشان جرعة مخدرات، عشان هتقضي منين النهاردة؟ كان صاحبك بيموت وهو بيشرب مخدرات جنبك كنت تهرب ما تنقذوش وتجري تشوف مكان تاني تشرب منه. الهمة اللي كانت في المعصية دي فين هي في الطاعة الوقتي؟ الهمة اللي كانت في البعد عن ربنا كنت تقعد معاها، تقف معاها 6 ساعات في الجامعة رجليك ما تتعبكش، وتروح البيت تتكلم معاها 6 ساعات تاني في التليفون، ما انتش قادر ليه تناجي ربنا ساعة في السجود؟ ما انتش قادر ليه الساعة 2 بالليل تقف بين ايدين ربنا وتقول يا رب وتتوسل اليه؟ يا جماعة دي همة العصاة في معصية ربنا، فين همتك انت في طاعة ربنا؟ فين همتك انت في طاعة ربنا؟ انوي بصدق، قول له انا راجع لك يا رب بصدق، قول له انا اي حاجة هعملها عشانك يا رب، قول له انا اي ذنب هتوب منه هتوب منه عشانك يا رب. ما تخسرش، ما تخسريش في التوبة، ما فيش حاجة اسمها انا ما قعدتش اكلم اولادي ولد واحد، انا ما قعدتش اكلم بنات الا بنت واحده، انا ما قعدتش اشرب 3 علب سجاير 2 3 سجاير بس. ما تخنصريش، ما تخنصرش، ما فيش الكلام ده مع ربنا. عايزين توبه نصوح، عايزين بدايه قويه زي بدايه الشلال الهادر اللي تشق المجرى للنهر عشان يجري فيه. عايزين في علاقتنا بربنا نبدا صح، عايزين في علاقتنا بربنا ننطلق الى الله سبحانه وتعالى. اخوانا نرجع تاني للراجل اللي طلع يجري في الارض الطويلة العريضة وفي اخر اليوم مات جوه الارض اللي شقى عشان تبقى ملكه، وبعدين واخرتها ايه؟ اخرة الجري اللي بنجريه ده كله ايه؟ وبعدين وبعدين هتتجوز، وبعدين هتخلف، وبعدين هتختنى، وبعدين هتموت. خليك تبقى اشهر لاعب في الدنيا، خليك بقيتي اشهر مغنية في الدنيا، خليك تبقى اشهر فنان في الدنيا، وبعدين هتموت. خليك تبقى اشهر تاجر اعمال في راجل اعمال في الدنيا، خليكي تبقي زوجة اكبر ملياردير في الدنيا، وبعدين هنموت، هنموت وكل حاجة هتروح يا جماعة، وكل ده هيبقى ذكريات. هنقابل ربنا بايه؟ هنستعد للقاء ربنا الوقت ولا لا؟ افتحي شباك في قلبك لربنا، افتح شباك في قلبك لنور الله، افتح الميلينج بوكس بتاعك زي ما بتفتح الميلينج بوكس بتاعك كل يومين 3 تشوف الرسائل اللي جايه لك. انت جايلك رسائل كتير قوي من ربنا ما فتحتهاش لحد دلوقتي، انت جايلك رسائل كتير قوي من ربنا،
رسائل حب ورسائل حنان ورسائل حلم ورسائل نداء من الله. لب نداء الله، اقرا الرسائل اللي ربنا بعتها لك، اقرا الرسائل اللي ربنا بعتها لك. كلام اللي انت سمعته الوقت ده رسالة من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ممكن يكون الكلام ده اخر رسالة ليك من ربنا قبل ما تقابل ربنا. قوم الوقت اتوضي وصلي ركعتين توبة، قوم الوقت اقف بين ايديه وقولي له توبت اليك يا رب رجعالك ومش هرجع للمعصية تاني. قوم الوقت زلزلي، اعملي زلزال 10 رختر على كل معصية في حياتك، قولي له رجعالك يا رب، انسانة تانية، انسان مولود من جديد. يا اخوانا اخرتها ايه؟ اخرج بره دماغك وفكر، بص على المنظر من بره، شوف، فكر، فكر مع نفسك بصوت عالي، فكر معانا بصوت عالي. بنمدلنا ايديك، بنمدلك ايدينا، بنمدلك ايدينا، مد ايدك عشان نوصل لحوض النبي عليه الصلاه والسلام مع بعض، عشان نرضي ربنا مع بعض، عشان ندخل من ابواب الفردوس الاعلى يا رب مع بعض باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا شباب، ربنا يحفظكم، ربنا يجوزكم احسن جوازات يا رب ان شاء الله، ربنا يوفقكم وينجحكم، ربنا يهدينا ويهديكم، ربنا يحقق لكم كل امانيكم في طاعته، ربنا يهدي شباب الأمة كلهم وشباب مصر وبنات مصر وشباب دبي وبنات الدوحة وشباب المغرب وبنات الجزائر وشباب فلسطين وبنات دمشق وشباب لبنان وبنات تونس. ربنا يهدي شباب الأمة كلهم، ربنا يهدينا جميعا ويجمع بيننا على طاعته. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.